بناء على محضر هيئة الجائزة واللجان العلمية المختصة، يسرني أن أعلن الفائزين في فروع الجائزة السبعة وهي على النحو التالي. الفرع الأول: جائزة المسيرة العلمية المتميزة، وتمنح هذه الجائزة للباحث الذي يتمتع بمسيرة علمية منتجة تتمثل في جودة البحث العلمي على امتداد سنوات عمله الأكاديمي، وقد رشح لها 24 عالماً من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وقد فاز بهذه الجائزة مناصفة الدكتور مصطفى عبد الله الصالح من كلية الطب. وذلك عن مسيرته الحافلة في مجال طب الأطفال، وكذلك إنتاجه البحثي ذي الجودة المتميزة الذي بلغ أكثر من 176 بحثاً منشوراً في مجلات عالمية مرموقة مثل مجلة نيتشر جينيتكس والعلوم ساينس، وكذلك اهتماماته في تقدم البحث العلمي وإثرائه، وتجدر الإشارة إلى أنه قام بعمل فحص مخبري للتشخيص السريع لمرض التهاب السحايا الجرثومي، كما أن له براءة اختراع مسجلة عالمياً عن فحص مخبري لمرض الضمور العضلي الخلقي. أدعو الدكتور، يسرني أن أدعو الدكتور صالح للتفضل بتسلم الجائزة وإلقاء كلمته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. معالي مدير جامعة الملك سعود وراعي هذا الحفل، أصحاب السمو، أصحاب المعالي، الإخوة الزملاء الأفاضل، السادة الحضور، الحمد لله واهب النعم، ويسعدني جدا أن يشاركني هذا التكريم زميل من كلية الآداب. ما كنت أظن وأنا ابن السابعة عشر من العمر أنني سأقفها هنا عند تدريسنا في المرحلة الثانوية معلقة الأعشى الشاعر الجاهلي الذي سكن منفوحة بالرياض، ودع هريرة إن الركب مرتحل، لغة وإعرابا وشرحا، في صدر كتابه بعنوان مقدمة في تاريخ الطب العربي الذي نشر قبل أكثر من نصف قرن، ذكر الأستاذ الدكتور التجاني الماحي رحمه الله أحد رواد الطب النفسي والعقلي في الدول العربية وإفريقيا ومستشار هيئة الصحة العالمية قولا عربيا قديما يقول: كان الطب معدوما فأوجده أبقراط، وميتا فأحياه جالينوس، ومشتتا فجمعه الرازي، وناقصاً فأتمهم لسينا. وما قمت به وزملائي هو جهد المقل مقارنة بأولئك العظماء، علنا نسهم في مسيرة علوم الطب في وقت أصبح فيه العالم قرية صغيرة. التوفيق من الله الذي هيأ رعاية الوالدين تربية ومعاشاً وقدوة، وأوجد بيئة تهتم بالتعليم والثقافة منذ الصغر وتنفق عليهما بلا حساب. وكل الامتنان لأساتذتي الذي علموني في المراحل المختلفة، وأولئك الذين تعلمت منهم الطب وآدابه وأخلاقه بكلية الطب جامعة الخرطوم التي أكملت ربيعها 90 هذا العام، ولأساتذتي في مرحلة ما بعد الدكتوراه ببريطانيا والسويد، وزملائي الأطباء والعلماء الذين شاركوني هذه الأبحاث بكلية الطب جامعة الملك سعود وفي دول عديدة تنتشر في القارات الخمس. والشكر موصول لعمادة البحث العلمي وإدارة جامعة الملك سعود، وهي ترفل في تميزها برعاية البحث العلمي دعما للمشروعات والمجموعات البحثية وللحضور والمشاركة في المؤتمرات العلمية العالمية. وأخيرا كل الود والتقدير لهذه البيئة المتميزة، ولكم شكري وتقديري، والسلام عليكم.